السلام عليكم احبابكم. في هذا الفيديو اليوم كنتواجدوا بمنطقة ليزاميكال، غنحاولوا نديروا واحد الجولة هنايا في ليزاميكال غيد استشلحيت في ليزاميكال وفي لافيل نوفيل، ونشوفوا تا نقربوا شوية المنطقة السياحية، نشوفوا فين وصلت الأشغال. أدرتم التعاليق نون، أدرتم الآراء نون، ما تنسوش الآراء ديالكم والتعاليق ديالكم راه مهمة جدا. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أكادير لانز، ومرحبا بكم في لافيل ديالكم أكادير. أكادير راه مدينة كتطور بزاف، مدينة في تطور مستمر، غير خصنا شوية الصبر، خصنا يعني لا باسيونس، يعني البيشنس، يعني الصبر بزاف، خصنا الصبر. إن شاء الله كل شيء غيكون مزيان من هنا لقدام. إذا تابعونا. اذا هنايا حنايا كما كتشوفوا حنا راه في ليزاميكال، نيشان راه كاين اتصالات. هاد القنت اللي كتشوفوا هنا قف نيشان على اليمين، يعني هاد القنت هادي هو مركز تحقن الدم ديال ليزاميكال او احشاش. حنا غنهبطوا دابا مع هاد الشانتي لتحت نيشان نمشيو لافيل نوفيل وطالبرشت. ومرحبا بكم اخوتي في مدينتكم اكادير، مدينه في حله جديده تبارك الله. اليوم كاينه الضبابة، الجو زوين تبارك الله، والله يعني الله يبارك لكل شيء، وعيدكم مبارك وسعيد. نسينا كاين اللي ما كيحتفلش به، ولكن حنا راه كومي ماشي كنحتفلوا حتى ديك الدرجه، ولكن بعدا هذه واحد المناسبه تذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا غنوقفوا في هذا السوق بطبيعة الحال، نتسناو حتى هاد الضوء هاد الاحمر تيشعل الخضر ياك. طيب والله ما والله ما عندي الصرف، ما عندي الصرف، ما عندي الصرف مرة أخرى والله. تا طلب ما فهمتش، بغيت نعطي ولكن ما فهمتش، ما كاينش الصرف، ما يمكنش هذا ماشي داك طلب، ولكن مسكين باين عليه مدمن ياك. نراضي نهبطو كنقربو لذاك، كنقربو لافيل نوفيل ياك. ها بعدا تا البرشت ياك، عاد لافيل نوفيل. شحال من واحد كيقول لي لا قلتي لافيل نوفيل، هذيك راه تا البرشت راه قراب مزادين، فهمتي؟ انا ماشي فهمتي ندير تحقيقات نبقى نقول لا هذه لا اتسيترا، بحال بحال فهمتي. هنا راه النهضه لهاد اليمن، غنحاولوا نفوت هاد مول تريبورتور ياك. هنا على اليسر غنوصلوا لهاد رومبان، هذه الاقامه ديال مرحبا فين كاين داك راديو بليس. هنا على اليسر فين كاينه الاحشاش، السبيطار ديال الاحشاش والقنصليه ديال فرنسا ياك. غندورو على اليمن ياك، غندورو على اليمن مشيو ديريكت ان شاء الله. هنا راه طالبرشت على اليسر، تي هاد المساحه ديال جيهان على اليمن. هنا على اليسر كاين داك لو بسي بيشو، كاين المحطه القديمه ديال طالبرج ديال كيران القديمه فكادير قبل ما تبدل ليرة. كاين اسواق السلام هنايا، كاين واقيلا كارفور. هنا كما كتشوفوا هنا القدام راه يبان لكم واحد الجبل شويه صغير فيه دي فيلات، هذه هي لا سيتي سويس. مثلا بغيتي تمشي لافيل نوفيل، لافيل نوفيل غدير هكايا، غتجي هنا ياك. هاد الرومبان نيشان، لا نيشان راه لا سيتي سويس ياك. لا سيتي سويس غتخرج للسبيطار ديال الحسن الثاني، غدور هكا على اليسر ياك. أصل ما دي سانتيني استشلحيت، غدور هكايا. ها انت ها دابا الحيط هذا اللي كاين هنا راه لا سيتي سويس هادي ياك، أو الحي السويسري. هنا على اليسر كاينه حديقة اول هاو، راه ديجا درنا دي فيديو قابل تماك،
والهاو امشي نيشان غنخرجو ديريكت في لافيل نوفيل ياك، وغنتمشاو شويه باش نهات تمنظرو بالمناظر. تبارك الله هذا الجو والله العظيم الا ديال الصبر، ولكن اليوم فاش كنكونوا مساليين خصك تمشي تزور لا فامي، تزور لان سيرتو الذكرى ديال المواليد، خصك تتلاقى مع لا فامي الى اخره. هنا تاني لا سيتي سويس، نحاولوا نستوبيو شويه في هذا الضوء الاحمر. نستناو تشعل الضوء الاحمر الاخضر عفوا، عاد نقطعو ياك. هو الضوء الاخضر شعل، نقطعو دابايا. هنا راه كتمشي الاول ها وكتمشي لبنزيدون الى اخره. هنا راه لا فيل نوفيل ياك، هادي جا درنا دي فيديوهات هنايا. لا فيل نوفيل يعني المدينه الجديده ياك. هنا على اليسر كاين شارع مولاي عبد الله، هنا نيشان راه كاين داك الحي الاداري القديم فين كاين وزارة الاملاك، يعني الاملاك المخزنية المالية فهمتي، ولكن راه المحكمة الادارية كلشي تحول. دابا غنحاولوا ندورو على اليمن، هاد مول الموتور داير السينيال اليسر وداير على اليمن، ما فهمتش انا هاد بنادم امتى غنوعاو. شتو دابا راه الجو ولا واعر، شوفوا دابا في هاد القدورية وشوفوا في يعني في هاد الضباب، تبارك الله هذا راه الجو اللي كيكون في اللي واعر في اكادير. كما قلت لكم هذا الجو ديال السبور ديال الرياضة، يلاه المعكاز اللي معكاز ينوض يدير السبور شوية، ما تبقاوش ناعسين. سمعوا دوك الأقاليق ياك ديال البحر، تبارك الله سمعوا لهم، تبارك الله تبارك الله. هنا راه وريتكم ديجا، راه هنا داك الممر ديال الراجلين ياك، كاين تراموي راه من الجهة الأخرى ولا الأمل باص، راه مازال ما بداوش، ولكن المحطات راه كيانستاليو المحطات. غنحاولو ندورو من هنا باش ندخلو لاكوت. نوتي يدوز هذا الاشجار النخل او الشجره العجيبه، المحطات كيت انستالاو. شوفوا عليهم في اليسرى كيت انستالاو ديال الامل باص، باقي في الكرتونه ديالهم، ولكن ان شاء الله راه قريب قريب الحال. رغم انه قلت لكم ديجا في واحد لا فيديو، تمنيت كون داروا ترامباس بحال كازا بحال الرباط، هذاك راه واعر فهمتي، احسن من الطوبيس، لان الطوبيس مازال. ولكن الا كانت الاراده راه ممكن، لان راه الطريق تدارت، غيبقى غير لانستالاسيون ديال داك السكه ديالو، لان هو الترامباس راه كيخدم بالضو، ما كيخدمش بالديزل بحال سميتو بحال الطوبيس العادي. دابا راه اللي غادي للانزا تبارك الله، هنا غنضربو دوره هنايا ونرجعو. واخا هنا خصك تمشي حتى فهمتي اليمن، بحال غادي طريق مراكش ترجع، ما يمكنش تضرب دوره هنايا. تي هنا راه سي تان انتيردي ياك، اتس فوربيدن بلونغلي، ممنوع. تبارك الله اكادير خوات، عرفتي نقول لكم داك الصحاب اللي كيكون في الصيف 10% ديال الناس ديال اكادير، 90% ديال البرانيين من بين المدن اللي فهمتي كيعمروها البرانيين في سيرتو في الصيف. كما كتشوفوا هنا راه ما يمكنش الدور على، لان راه كاين سيتان انتيردي، ولكن انا غنحاول ندور من هنا، ما بغيتش نخرق القانون فهمتي. واخا بان لي واحد موتاكسي راه ضرب من تماك، نمشي ندير عادي ما فيها مشكل، نمشي نضرب دورة من الفوق عادي جدا. نرى دوك المحطات ديال التاكسيات راه باقي
غيجيبوا تاكسيات سيرتو ديال انزا الى اخره. هنا اكاديرو في لا، ولكن راه ممنوع على لي فواتور بريفي، يعني البرايفيت كارز، الطوموبيلات اللي كيكونوا خاصين، يعني غير تاكسيات وقيله، تاكسي بتي تاكسي او توبيس. ندورو دابايا باش نرجعو من الطريق ديالنا. الطريق ديما محفر تبارك الله، كنقولو هادي، كنقولو كما كيقولو هادوك، راه وراء بين حفره وحفره حفره. كنتمناو تصلح، لان راه لا يعقل نفس الطريق جات في واحد المنطقه سياحيه وباقي نفسه. حنا ملي كنتقدو عليه، راه ماشي كنتقدو من اجل الانتقاد، راه غير من اجل المصلحه ديال لا فيل ديالنا. ها هنا دابا راه باقي دوك الحفاري وباقي الاشغال، و فهمتي السيف راه وسط المدينه، راه ماشي بلاصه اللي مخبيه. دابا غندورو على اليسر، هنا راه الا غادخل ديك المرسى الى اخره، غندخلو على اليسر ياك، باش نمشيو نرجعو لوسط المدينه. راه محفر، الا كتمشى خصك ترد البال. نرى باقي الاشغال هنايا، فهمتي، ولكن كما قلت لكم راه ديجا قلت لكم في واحد الفيديو، الصبر والصبر ثم الصبر، صبروا شويه راه كلشي غيكون مزيان. راه مثلا مدن كثار في المغرب، مثلا كازا فاش كانوا تيديروا تراموي وداك ترامباس، راه مشكله واحد لومبوتياج لا يتصور. والعدد السيارات اللي كاين في كازا مثلا، كنقول لك تقريبا شي 8 ولا 10 المرات ديال داكشي اللي كاين في اكادير. ولكن من بعد فاش تدار التراموي، واخا بقى الصحام، ولكن ما ماشي بحال فاش كانت الخدمه. يعني غير نحاولوا نصبروا شويه ياك، وغنحاولوا دابايا نشدوا الهبطه، نهبطوا لاكوت، يعني ندوزوا في داك الشارع ديال لاكوت، نشوفوا الدنيا والدعوه كي دايره تما كما كيقولوا الناس في الشمال ناظور. تحية لإخواننا في الشمال، في الناظور، في طنجة، الحسيمة، سيرتو الحسيمة والناظور، هادي راه مناطق عزيزة علينا بزاف. وبطبيعة الحال الناس ديال أكادير هما الأولين، فهمتي، تيزني، تافراوت، الرباط، كازا، كلشي المغرب تقريبا، فيما كان شي مغربي كيت، والناس حتى الأجانب، ما نساوش الأجانب، المغاربة اللي كاينين في برا، في ميريكان. هذا راه حل الباب، ما عرفتش داير عقلو. قلت لكم المغاربه اللي كاينين في امريكان، في كندا، راه عندها متابعين تماك، اوروبا، الالمان، سبليون، فرنسا، هادو كلهم كنحيوهم وكنتمناو لهم عيد مبارك سعيد، وكنتمناو لهم يعني عوده سريعه لمدينتهم، سواء كانت المدينه ديالهم ما كانش. مرحبا بهم في اي وقت. هذه ديال لابيل في، ديك الجرده راه باقي خدامين فيها، المنظر حديقه بيلفيدير، ماشي بيلفي، بيلفيدير يعني الرابوة. هذا التران ديال اكادير اللي كتشوفوه هنايا، راه طلع تبارك الله، عرفت واش ليسانس باش الشيخ المواقيلا هوايا. نحاولو نهبطو، شتو باقي دوك لي بارير بزاف هنايا جهة لاكوت، غنحاولو ندورو من هنا ياك، باش ندخلو من حتى نقربو مارينا عاد نرجعو ياك، واخا متفقين. صافي، هنا نتمشاو بشوية، نشوفو الدنيا كي دايرة هنايا في لاكوت. الكوتشي ديال أكادير ترحب بكم، نرى ممنوع التوقف. تبارك الله. لاكوت واخا العيد كاين الناس كاينين في لاكوت يعني كيتمشاو، وتا المحلات راه محلولين. خليكم شويه تستمتعوا بالمناظر، لان ربما طلعت لكم الهضره في الراس، حنا غير كنضحكوا. رابا في فاش كتمشى كتهز، كتسمع داك الصداع في الروايد في البنوات. كاين هادو فايتين القياس، هنا نورمالمون كاينه 30، يمكن 30 اللي دايرين،
واخا ما كايناش هنا 130 كاع ردوا البال واحد القاضي، راه المدينه كلها ديال اكادير 30، هادو تزريم 30 ياك 30 كيلومتر في الساعه هادشي، ولكن هادو ماشي 30 كيتمشاو ب 20 ولا ما عرفت 10 بحال بيكارا شي، واخا كيضر الطوموبيل سيرتو اللي عندو موتور كبير راه ما خداماش ليه لا فيل. سربي سربي ودي سربي 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 سربي. الأمن تبارك الله راه موجودين وحاضرين، المدينة ديال أكادير هنا دابا في المنطقة، نتمناو كاع تكون نفس الشيء في المنطقة المناطق الأخرين، هنا ما كاين لا كريساج ما تخاف حتى حاجة، هنا كاين أمن تبارك الله، هز التليفون ديالك هز الفلوس حط يعني شد الحاجة في يدك، ما كاينش اللي يقرب ليك، هذا هو من بين الحوايج باش كتمتاز المدينة ديالنا ديال أكادير، سيرتو المناطق المنطقة السياحية، يعني هاد المنطقة راه كتعرفوها، غير هو هاد الشي كنتمناو كنتمناو إن شاء الله يتعمم لجميع المدن، ماشي المدن عفوا، جميع المناطق اللي كاينين في لافيل ديال أكادير، و حتى المدن راه كاين مدن تقريبا راه بحال مراكش حتى هي مراكش، الأمن والأمان ما تخاف والو. غندورو دابا نرجعو نديرو ان دومي تور ياك يو تيرن كيما كيقولو بلونجلي، ترى ممنوع التوقف، ناس كياخدو لي سيلفي، الكوار تبارك الله راه كيدورو تبارك الله. واحد الحاجة كتعجبني في الكوار في النصارى، كتجي هنا في 6 الصباح 7 باش دير سبور مثلا كتلقاهم 6 خارجين راه فطرو، هذا الشيء هذا هو النشاط اللي خص يكون عندنا المغاربه، ماشي بقى النعاس كتنعس حتى ال 11 12، تما راه ما فهمتش انا علاش بنات مازال انا الصراحه والله ما نحمل النعاس، عرفتي السبعه الثمانيه تلقاك فايق، علاش بنادم ينعس حتى ال 10 واخا ما كاين ما يدار. نحاولوا دابا ندورو على اليسار باش نرجعوا لديك الطريق الكبيره، لان هنا راه كتشوفوا انتيردي ياك ممنوع not allowed forbidden بجميع اللغات، وري خصك قيس تزريت غنطلعو مع طلعة هادي باش نخرجو لهذا الطريق الكبيرة ياك متافقين؟ اوكي نردو البال شويه لان هذا راه عرف هذا واقف ما عرفت واقف ترجع ليه الطوموبيل خصك ترد البال، هنا كاين امتي بارك في اليمن، هنا خصك تماركي ستوب ياك تماركي ستوب، ولكن على هذا خصك ترد ليه البال، وتا الناس اللي فهمتي تحكم في الطوموبيل باش ما ترجعش ليك. زعما راجل كبير شتا انا بانت لي 90 حساب لي واش يلا كيتعلم، ولكن بان لي راجل كبير تبارك الله. انا كيما قلت لكم خصك فاش تتوقف داك ستوب ترد البال ما ترجعش ليك الطوموبيل، لان غضرب تقي شي واحد فهمتي، الا اللي عنده الاوتوماتيك اللي عنده الاوتوماتيك راه ما هذيك راه ما كترجعش، الاوتوماتيك راه قلتي ديما اون هي في بريميير راه ما تخافش ترجع. نحاولوا دابا نمشيو نيشان نوصلوا للبلاصه الاخرى، وابري ان شاء الله ان شاء الله نشوفوا شنو غنديروا باش نحبسوا لا فيديو، يمكن نوصلوا بعد هذيك وسط لافيل. ما تنساوش ديما خوتي كما قلت لكم واحد لايك صغير واحد تعليق اشتراك، عمرونا شويه بلي لايك وبهذا بالبارتاج، لان هذا الشيء راه مهم جدا، الناس كتسول غير على لافيل ديالها تشوفها، كتلقى مثلا تالي فيديو ربما قلال
ربما ما عارفينش، حنا كنبغيو نعرفوا بالمدينة ديالنا، ولكن خص نورمالمون ما يكون شي شويه ديال البارتاج، لان ملي كيكون البارتاج الفيديو تايبان، ملي ما كيكونش البارتاج راه الفيديو ما كيطلعش. وكنشكركم بزاف، كنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى المتابعه ديالكم. حنا راه دابا كنوصلوا كنقربوا شي ساحات الامل، وشكرا لكم. وكما قلت لكم راه ما تنساوش التعاليق، وديما كنعاودها الا كانت شي حاجه باغين نصوروها مرحبا، راه حنا غنصورها ان شاء الله. وراه كاينين دي فيديو اخرين غنحط الروابط ديالهم، غتلقاهم في التعاليق على المدينه ديال اكادير والحوايج اللي درنا اليوم فلوك. اذا شكرا لكم، ثانك يو اند جود باي.